طبعا اليوم كان تصويت على رئيس اللجنة ومقر اللجنة الإسكانية، وتم الاتفاق طبعا في اللجنة إخوان أن تكون رئيس اللجنة الأخ فايز الجمهور، وأن أتقدم لمقرر اللجنة، وكلمت الأخ خالد عتيبي برغبته كذلك بمقرر اللجنة. وطبعا أثناء التصويت فطلبت من الإخوان أن يكون التصويت مثل ما صوتوا في الباركود في افتتاح مجلس الأمة، التصويت نفس العملية يكون على أن نشوف من اللي صوت اللي ما صوت. فمقرر اللجنة يعني صوت لي الأخ الدكتور علي القطان، شفت التصويت وكذلك صوت هاي صوتين، ولكن المفاجأة في التصويت أنه خالد عتيبي صوت لي عبد العزيز السقوي، يعني مفاجأة ما كنا متوقع. يعني كلمت خالد عتيبي قلنا له شيء، تبي رئاسة اللجنة نعطيك الرئيس، تبي مقرر، فكان الاتفاق أنه الرئيس يكون فايز، قلنا خلاص الرئاسة تكون فايز جمهور، لكن المقرر لي سعد الحماد. فتفاجأت التصويت، ما كنت صراحة يعني متوقع أنه خالد عتيبي اللي صوت لممثل حدث اللي هو علي السقوي. فتفاجأت لسبب، لأنه أنا توقعت أن خالد عتيبي من رد الجميل أن يرد هذا الجميل سعد الحماد عتيبي، لأنه في انتخابات 2016 في الانتخابات الفرعية في 2016 آسف التشاورية، هذه الانتخابات خالد عتيبي جاني في البيت في انتخابات 2016، فجاب لي مساعد سليم العتيبي وقال لي ابو حماد انا ما استغني عن وقفتك معاي، انا وراي انتخابات وانت عارف تشاورية وفي فيها صوتين، فانا ابي صوت منك انت ومجموعه اللي عندك. فبالتالي في ذاك الوقت في 2016 مجموعه اللي مساعد الحماد فاوقفوا معاه في التشاورية ونجح. طبعا ولما جاني في بيتي في جنوب السره اول مره وجاب لي الاخ مساعد سليم العتيبي، جامع مساعد بعدين قام يجيني بشكل يومي في بيت جنوب السرة إلى أن صار موعد التشاورية. وبذلك هذه الوقفة أنا توقعت أنه يرد الجميل اليوم، يعني أنت ما وصلت لمجلس الأمة إلا من خلال سعد العتيبي، ولا ليش رايح لبيته؟ ليش داومت شهر كامل عنده في البيت عشان الانتخابات الفرع ساري التشاورية؟ فبالتالي أنت يا خالد هذا الموقف توقعت أنه أنا خالد عتيبي، أنا مطالب تنجحني في انتخابات مجلس الأمة، إحنا طالبين لجنة، وبالتالي ما صوت في اللجنة، صوت لممثل حدث عبد العزيز السقوي. فيعني هذا كان الوضع اللي كان باللجنة، ما كنت متوقع صراحة، يعني داش اللجنة وانت مرتاح انك انت كمقرر. لذلك لما قالوا بنزكي الاخ فايز الجمهور قلت ما عندي مايه، بذلك نوع من التعاون ناخذ اللجنة. لكن تفاجأ انه خالد عتيبي يصوت للسقعبي في اللجنة، رغم انه في البداية يقول ما عندي مانع في التصويت كمقرر، لكن وكنت ضامن اني صوت، لكن هذا بالنسبة لي في شيء مو فاهمه. يعني واحد يوصلك إلى مجلس الأمة ها، يعني بدون أنت ما توصل، لو ما كان عندنا وجان البيت وداوم عندنا شهر كامل اشتغلوا كل الجماعة معه ونجحوا ما ينجح أصلا خالد عتيبي. لذلك توقعت منه اليوم أنه قشي اللجنة يرد الجميل، لكن هذا الموضوع ما فهمته إلى الآن.